هاي. التسوق عبر الانترنت صار من العادات المتبعة بالمجتمعات بسبب إيجابياته الكتيرة من ناحية توفير الوقت والجهد، وعلى عكس ما كتار ممكن يفكروا الرجال بيصرفوا أكتر من النساء بنسبة 69% عبر الانترنت على الأرجح بسبب شراء السلع الفاخرة والإلكترونيات، ولأنهم بيشتروا السلع ضمن مجموعات، بالإضافة لأنه الرجال بيمضوا وقت أكتر على الانترنت. يعتبر موقع فيسبوك الأقوى من ناحية إحصاءات التسوق الإلكتروني، ف 78% من المتسوقين يلي بتتراوح أعمارهم بين 18 و 34 بيشوفوا السلع عبر الموقع المعروف. بتسوق الناس أونلاين على عدة أجهزة، و 85% منهم ببلشوا بعملية الشراء على جهاز وبيكملوها على جهاز تاني. مين قال إنه أي محل عنده حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد مبيعاته بنسبة 32%؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.